حياكم بالزبدة، معاكم خالد، واليوم راح نشوف Levitating Air Speaker. Levitating شو Levitation بالعربي؟ استرفاع، تسبيح في الهواء، رفع الجسم بقوة الإرادة أو التحليق، يعني سماعة الطير. Levitating Air Speaker من آسوي، اسمها آسوي، أنا مالي شغل. 5W Upgraded Sound Quality، ما أدري شنو معنات شيء هذا. Levitation Technology Wireless Charging. Let's do the unboxing. اللي داخل أسود، يحبون اللون الأسود. في داخل مثل ستاند، هذا ستاند. السماعة، السماعة شكلها كنا UFO. Power Phone Play Minus Plus حق الصوت. أوه، هذه القاعدة. القاعدة فيها يمكن 2 كيلو كرتون، داخل كرتون، داخل كرتون، كرتون سبشن. في كتيب هني مهم لا تقطونه، مو نفس كل فيديو يا خالد. محول كهرباء USB و AUX. سماعة، اوكي ما نعطي سوالف قوي. ديروا بالكم يا جماعة، مو كذي عاد. الكتيب يقول Asui Air Speaker. Can't stop saying that word. نحط سماعة في هذا. اوكي. Make sure magnetic base is powered on. سماعة. حطيناها. شيء خطير. حطكم عليه مفتاح. خلنا نسمع الحين السماعة هذه اصلا صوتها ينفع ما ينفع. Bluetooth mode. شبكنا على التليفون، راح اشغل الحين اغنية. مو انقل اصوات، شوية حاد، احطها على المكتب وكذي يدور عليها الاغراض هذه بروحها، يعني شيء حلو. Levitating Air Speaker / Stand طبعا كسماعة اعطيها 7/10، 6.5/10، 6.5، خلينا نقول 6.5/10 من ناحية نقاوة وحدة الصوت. منتج فن، تحط شغلة حق عيالك يلعبون، لكن دير بالك اذا حاشوها ولا حركوها راح تطيح مرة ثانية، لازم تجيب القطعة هذه وتعدل وضعية السماعة. إذا عجبكم هذا الفيديو، في فيديوهات ثانية تابعونا على قناتنا اللي في اليوتيوب، سووا لنا سبسكرايب. Please support هذا البرنامج علشان نعطيكم فيديوهات أكثر ونستفيد إحنا معاكم، وحياكم في الزبدة.